دي قلعة الشيطان وده المعسكر بتاعنا. طريق طويل، ممكن نبدأ نتحرك من بكرة. خطر، لأنهم أضرب مداخل القلعة كويس، وده ممكن يورط مقدمة الجيش بتاعنا في فخ. انتوا هتكونوا فرقة استطلاع بالقرب من القلعة. عددكم مش كبير وممكن تكونوا في مواجهة الباطنيين، بس لازم تعرفوا انكم أفضل جنود عندي، وأنا مقدر خطورة الكلام ده كويس. بكرة لكم هيبقى على قدنا، ده لو طلع علينا بكرة. هما غالبا هيعسكروا هنا ومش هيتحركوا ناحيتنا اكتر من كده. الاعداد كبيره قوي زي ما بيقولوا الرعاة. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. لازم يكون في خطه للهروب، تامن هروبنا وبيت مولانا اذا لا قدر الله حصل هزيمه. ههرب من بيتي؟ مفيش هروب ومفيش هزيمه. احضر لي 3 صبايا من بنات الرعاة. انت واقف كده ليه يا طيفور؟ يا اخي البنات هنا احلى من عندنا بكتير. بنات ايه؟ ارجع خدمتك يا طيفور. طب هو انا هرجع لوحدي؟ ارجع خدمتك يا طيفور بسرعه. النهر مسموح. البنات بتوع امبارح محدش يشرب من النهر، النهر مسموم. انا اعتمد على الخزين. بلغ القائد باللي حصل. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.